قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. ولا يناظرون للناس، والله كل الناس على هذا. ما أنا بصير أنا الحالي، خلك لحالك لو صرت على حق ما يضرك هذا، عز لك. ولا والله أنا بعيش مع الناس، ولا أنا برايح أنازع الناس. أصلح في نفسك ولو فسد الناس عليكم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نعم.